مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ قصتنا اليوم متابعة للمرة الماضية. سنرسم عن المصالحة. المصالحة هي عندما نتشاجر بين بعضنا ثم نعتذر ونصلح العلاقة. هيا نستمع إلى القصة التالية. بنى الفتى الصغير قلعة فخمة بالرمل. أتى أخو الولد الصغير الذي كان يلعب بجواره وحدثه وقال: واو، هل فعلت ذلك؟ إنه رائع. ولكن بالخطأ دعس على قلعة أخيه. بكى الطفل، فقال أخوه: أوه، أنا آسف للغاية، سأبنيها بشكل جميل من جديد مرة أخرى. غضب الطفل قليلا، ولكن تصالحوا ولعبوا سويا بسلام. سنرسم الأخ الكبير. هذه المرة سنرسمه وقدمه مرفوع فوق القلعة. سنرسم أخاه الصغير معه. نتذكر ما رسمناه في الحصة الماضية ونرسم.
أن تلونوها أو تتركوها كما هي. أصبح الجو أكثر متفائل وأجمل، ولقد أنهينا الرسمة. كان الولد حزين في البداية لأن أخوه خرب القلعة، لكنهما تصالحوا وتحسنت علاقتهما. هل أنتم أيضا يا أصدقائي لكم ذاكرة تصالحتم مع أصدقائكم من قبل؟ تذكروا تلك اللحظة وارسموها، ستشعروا بالفرح. إذن أراكم في المرة القادمة. باي باي.